انا مش عارف اكلمك بالمصري ولا لا، عشان احنا على رؤيه، فمش عارف. انا عندي الاردني والمصري دخلوا على بعض، فبيبقى صعيدي مثلا. اولا احنا قناه رؤيه، انا يعني من الناس اللي شفتها وهي بتتاسس، وات ستارتد فيري سمبل از يو نو. هي في الاخير عائله من اب واولاد قرروا انه ذي وانت تو هاف ا تي في ستيشن، فانا شفت البروسس كله. وفعلا كانت الاردن بهذيك الايام ناقصها قناه بتعكس الشان المحلي الواقعي اللي مش مبتذل مش رسمي. فالصراحه الجروث اللي عملته رؤيه بال 12 سنه مش معقول. يعني بدأت أتعلم لأن أنا عشت في أمريكا، فموضوع أني أنا من الأردن من مصر، طبعاً أنا في الأخير من الأردن. الأردن عملت لي حاجات في حياتي مستحيل أني أنساها يعني، وهي اللي خلتني أنمي موهبتي، وهي اللي خلتني أروح وأذاكر برا. أنا طلعت برا في أمريكا بمنحة دراسية، فالأردن صراحة هي جزء ما بتجزأش مني يعني، ده أكيد. بشوف الوطن العربي على أنه ولايات، فاللي بيشتغل بالفن ممكن يبقى من الأردن أو من ليبيا أو من لبنان أو أي مكان، يقعد في مصر لأن البنية التحتية في مصر في مجال الميوزك قوي جدا. شوف، اولا انا لما عملت مشروع الراز كان مشروع تخرج في الجامعه، كنت بحاول اتمسك بانه الراز لانه روك عربي جاز، فكنت بحاول اتمسك في الموضوع انه كل الاغاني تكون في الستايل اللي انا اخترعته. بس كمان اكتشفت ان انا سجنت نفسي في قالب، ما بقيتش عارف اعمل اغاني في اي ستايل تاني، فخلص. بس موجود يعني، كل فتره بنزل اغنيه على هذا الستايل. انا عملت كتير ستارت ابس بحياتي يعني، بيكونوا قريب يعني، لازم يكون قريب من اللي انا بعمله. فمثلا بالاردن عندي شركه اسمها اي تذكره، انا وكمان شخصين عبد وعمر ريان. اي هاف تيكتنج كومباني، طبعا اوبسلي بديتها عشان ابيع تذاكري انا عليها، وبعدين صاروا اصدقائي المنظمين يطلبوا مني انه يستخدموا نفس الخدمه، وكبر البلاتفورم كتير يعني، وصار موجود واستابلش في الاردن. شوف، بحس البزنس برضو فن زي بالميوزك، بحب اغني الاغاني اللي انا عايز اغنيها. في البزنس اي دو ذا سيم ثينج، بحاول اعمل بزنس دمه خفيف سهل علي. في فتره عملت بزنس اسمه yaleel.com، اشتريت دومينز كتير طبعا، لو عارف في دائما الفيز دي بتاعت الدومينز، كانت ايجنسي من خلالها تحجز مغنيين وعازفين. اكتشفت مع الوقت انه مش براكتيكال، بده متابعه كتير، قفلته. انا اوريدي باخذ كورسز تمثيل، اخذت مع جيرالد جيمز ميثود اكتنج كلاس او كورس يعني، وكان انتنس قوي، غيرني وحتى غيرني على المسرح مش بس عشان امثل يعني. دلوقتي مع مروه جبريل 1-on-1، حلوه الحصص التمثيل معها، حلوه كتير 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 يعني، ونتسلى وبنضحك طول الوقت يعني، حس حتى انه دمي صار اخف بجد، خلتني افك. فدفنتلي انا بفكر في التمثيل، بدات بالكورسز، بس اكتشفت انه تاثيرها علي مش متوقف على اني حمثل ولا مش حمثل. اوريدي انا مستفيد من الموضوع ده كتير في كل جوانب الحياه يعني. هذا بيضله دائما موضوع انه شو الدور يكون في التمثيل، يمكن عشاني وعشان المخرجين والمنتجين اني انزل بدور بالاول بسيط سهل. في ناس حوالي مثلا بيقولوا لي اوعك تاخذ دور شرير، مع انه لايق علي عشاني هادي وكذا يعني، بس قصدي لسه عم نفكر انه شو طريقه الدخول. اللهجه بتخيل هو موضوع كوتش يعني، يبقى معي كوتش مثلا، لو حد قال لي يلا حتبقى في مسلسل بعد اسبوعين، من النهارده هعمل انتنسيف كورس.